تفصلني يا سعدو؟ ايه شو علي؟ مرحبا سامر بيك. علي سعدو وينك لهلا؟ ليكني بين الايادي، احلى نص ربع شقفي على كيف كيوفك. رح تدعي لي؟ واثق من حالك كثير. ها المره الماضيه دعيت عليك ما دعيت لك، لأن قطعة الحشيش اللي أعطيتني إياها كانت مضروبة، وقسماً بالله العظيم قسماً بالله انضرب راسي لما أخذتها، يعني ما عدا الشيء قدامي، صرت أشوف الدنيا كلها تشاش. مثل ما عمل لك، هالمرة رح تدعي لي، لأنه هي غير حديث، هي من بضاعة كانت رايحة لبرا، الله وكيلك لغيرك ما بجيب منها. معلومك بتعرف جماعة برا دفيعة. احنا دفيعه كمان سادو، وانا جاهز. اي شيء بدك اياه بس اعزف لي الو، واللي بتريده بيحضر لعندك. يلا بخاطرك.